الفنانة لاشين لاشين، برحب بك على موقع مصراوي. أهلا بك. أهلا بك يا حبيبتي، أهلا وسهلا وبكل متابعين مصراوي. أهلا بك. إحنا النهاردة في كواليس مسلسل انحراف اللي المفروض هيتعرض في رمضان 2022 بعد أيام إن شاء الله. بنبارك لك الأول، وحابين نعرف بقى، يعني إحنا عرفنا إن هي واسم الشخصية اللي حضرتك بتقدميها ست إحسان. أيوة. مين الست إحسان اللي هنشوفها في رمضان؟ أنا. بمنتهى البساطة ست إحسان أنا. أهو بالملس الصعيدي، وست طيبة جدا، وجارة الست وداد السيدة القديرة الأستاذة سميحة أيوب، وبتحبها حب من غير أي حاجة. جارتي وبحبها، جارتي واختي الكبيرة وبحبها، وبتتوجع لوجعها وبتديها بعض النصايح، بس هي طبعا ما بتسمعهاش. فكده المسلسل اسمه انحراف. أيوة. أكيد هيبقى فيه جانبين، ناس بتتفرج على الانحراف، ناس بتشارك في الانحراف، ناس شاهدة على الانحراف. أيوة. ومن منا مش منحرف. إحسان فين في لا مش منحرفة، أنا من الناس الطيبة البسيطة، يعني اللي بتحب بجد، ما بتعرفش تكره، حتى اللي بيعملها وحش هي بتعامله بإحسان. الاسم على مسمى. كواليس العمل مع الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، كلمينا عن التعامل مع سميحة. درس، مدرسة. أستاذة سميحة مدرسة كبيرة، إزاي أتعلم التركيز مش في دوري، في كل بصي يعني الشاشة مربعة، هي واخدة الزاوية كلها الأربع جوانب، إزاي تبقى عارفة بيتعامل إيه وإيه اللي بعده وإيه اللي قبله. لا درس. انا جايه تلميذه بشتغل في المسلسل ده. رمضان احنا شايفين تقريبا في 27 عمل فعلا. ما شاء الله كتير، ربنا يوسعها على الجميع. في اسماء رغم ان في ناس غايبين عننا طبعا واحنا مفتقدينهم، بس في كمان اسماء ناس كبيره موجوده في رمضان 2022. حضرتي القائمه بتاعتك اللي انت حابه تتفرجي عليها في 2022، ايه اكتر الاعمال اللي على راس القائمه بتاعتك؟ والله انا وظروفي، يعني انت عارفة رمضان يومه بيجري، فححاول على قد ما اقدر اللي مش هعرف اتفرج عليه في التلفزيون طبعا، لان كم الاعلانات بيبقى حجري بقى على المنصات واشوف، لكن هبقى متابعة مسلسلاتي، يعني هبقى متابعة انحراف جدا، وتابعونا في انحراف عشان مسلسل مختلف بجد مهم، وهبقى متابعة طبعا وسط البلد بشكل جميل، لان مسلسلي برضو وانا بحب مسلسلي. وسط البلد مكمل معنا في رمضان ولا هيبقى في التوقف؟ لا معنا طبعا طبعا، احنا عاملين حلقات رمضان بنصور فيها دلوقتي. الفكرة للناس اللي ما تعرفهاش ان هو سوب اوبرا، يعني بياخد من الحياة ويتفاعل مع المواقف بالزبط. وتبنوا عليها مواقف بالزبط. يعني هو للأمانة هو اول مسلسل سوب اوبرا في الوطن العربي، لكن في سبقه مسلسل إذاعي كبير وعظيم وتاريخه معانا يفوق 60 سنة، اسمه عائلة مرزوق أفندي. ومسلسل عائلة مرزوق أفندي على البرنامج العام بيتذاع الصبح، كان طبعا بطولة النخبة الكبيرة أستاذ فؤاد المهندس ومجموعة كبيرة من أساتذتنا العظام. والمسلسل ده كان لما الشخصية، يعني أما الفنان يتوفى الشخصية بتاعته ما بتمتدش، الشخصية بتتوفى لأنه هو ممتد. فهو أول سوب أوبرا في التلفزيون، وده أول سوب أوبرا في الإذاعة المصرية، مسلسل قوي، فهو شبهه شوية حياتي، يعني إحنا في عائلة مرزوق أفندي بنقدم حياتنا، وناس اللي بتسمع إذاعة عارفة عائلة مرزوق أفندي كويس قوي، وناس تتفرج على التلفزيون إن شاء الله تبقى تعرف وسط البلد كويس قوي بإذن الله. عند حضرتك فيلم فضل ونعمة مع الفنانة هند صبري بالزبط. والمخرج رامي إمام، كلمينا عن الفيلم. والله هو الفيلم فاني ودمه شربات، وانتوا عارفين طبعا هو تأليف الأستاذ أيمن وطار وإخراج الأستاذ رامي إمام، يعني في النهاية المربع فيه حاجة مسكرة. ندخل بقى على نجومه، أستاذة هند صبري طبعا يعني فنانة كبيرة وبتلعب الأدوار المختلفة ما بين الأدوار الجادة والأدوار الكوميدي، وده طبعا المختلف اللي مجني الناس كتير. إنها فنانة شاملة بتلعب والفنان الجميل ماجد الكدواني، فطبعا هما الاثنين عاملين كابل تحفة، دم وشربات. بس وانا كان الشغل بتاعي معاهم، فعملنا حقيقي ولا لسه مش محدد. والله اتمنى واعتقد لانهم شغالين فيه بيخلصوه، فاعتقد ان شاء الله ينزل عيد الفطر، يعني
يعني الساحة فاضية، ما فيش هيبقى فيه أفلام في عيد الفطر، لازم ده ينزل يقش ينزل عيد إن شاء الله بإذن الله بالتوفيق بفضل ونعمة، وبالتوفيق برضو في انحراف. بشكرك جدا. شكرا حبيبتي، ميرسي جدا ليكي، وكل سنة وانتو طيبين. حضرتك بألف خير.